لا حول ولا قوة إلا بالله. هم الناس الأغنياء كده يسيبوا باب الفيلا مفتوح تيجي تخش تتكهرب بقى يا ويقولوا سرقنا ليه؟ ألو، أيوة يا جرادة، بكرة التسليم الساعة 5، تسليم البضاعة عند كازينو عش البلبل. سلام. ألو، أيوة يا دوما، بكرة تسليم البضاعة الساعة 5 عند كازينو عش البلبل. سلام. ألو، أيوة يا بوليس، بكرة جرادة وأبو دوما يتقابلوا يسلموا البضاعة الساعة 5. كازينو عش البلبل. سلام. ايوه يا جراده، قول لابو دوما ان البوليس جاي لكم بكره الساعه 5. اهربوا انتوا الساعه 4 بقى. يلا سلام. ايوه يا بوليس، جراده وابو دوما اهربوا الساعه 4 بكره من عند الكازينو. قول لهم انتوا الساعة 3 استنوهم قبل ما يمشي. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه. والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت. يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شوية هدوم؟ هو ده بقى المنجهة، هي دي بقى القيافة. ايه؟ اخيرا. ايه؟ اخيرا شفتك يا زعبلاوي. ايه؟ انت الزعبلاوي. لا لا، متهيألك انا مش الزعبلاوي ولا حاجة. لا لا، انا عارف ان انت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ يعني انا اركرت نفسي؟ انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك؟ انت لازم تسامحني. ليه يا حضرتك، انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك، والله بحبك. ايوه حضرتك، انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ لا. ايه ايه، هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه. انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك، هديه مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص، هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زيادة وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هما 200 ولا 250؟ هما 250,000 وانا قدهم لك ومفيش حاجة تغلى عليك يا زعبلاوي. كده يا قاضي اتعدل. ده انا بحبك والله. يا سلام. يا بالسهولة دي؟